يعني سكسكه يبقى. والله اول ما بدا الفيديو يا جماعه انا افتكرت صوته، افتكرت صوت المترجمه صوته، فعملت كده. طب سكسكه، طب خلينا نتكلم بس معلش زي بعض، يعني خدنا جنبك جنبك عشان الحاجات دي بتبقى وحشه، خلينا من بعيد كده ونكلم بعض. بص يا سكسكه، انت لما تقول ان الاخوان وحشين في ناس هتقول لك امين، لما تقول الاخوان دول ولاد 60 في 70 الناس هتقول لك امين، في ناس هتقول كده، لكن لما تقول ان الاخوان دول جدود القاعده لا معلش زي بعض، ده اسامه بن لادن سعودي، ده 15 واحد بتوع البرجين كانوا سعوديين، معلش يعني. يبقى انت بتشتم في السادات، لان السادات كان بيقول احنا مولنا الجماعات اللي بتقاوم الروس في افغانستان، يبقى انت بتشتم في الملوك السعوديين اللي قبلك، لان ملوك السعوديه مولوا المجاهدين اللي راحوا افغانستان، المخابرات السعوديه نفسها كانت شغاله في افغانستان. ايه علاقه الاخوان بالقاعده؟ ده القاعده دي اسامه بن لادن يعني رسمي فهمي نظم حسين. فانت يا سكسكه يعني اوكي تشتغل مطيباتي وتطيب مع قطر وتقول قطر حلوه وعلاقتنا معاها لم تتاثر رغم لم تتاثر يا راجل، ده انتوا منعت الحجاج القطريين، لم تتاثر يا راجل، ده انتوا ده انتوا عزلتوا قطر جزيره سلوى، مش انتوا عملتوا كنتوا عايزين تخلوا قطر دي جزيره عايمه في الميه وتروح سريلانكا والحاجات دي، مش انتوا كنتوا عاملين كده؟ ده انتوا منعتوا خطوط الطيران تعدي من فوق الاجواء تروح قطر، لم تتاثر ازاي بقى يا معالي سكسكه؟